الرحمن الرحيم. مولاي حفيد مستعين الكاتب الاقليمي للحزب العداله والتنميه بالرباط، نظمنا هذه الندوه اولا في اطار التواصل الدائم ديالنا مع الراي العام وكذلك وسائل الاعلام باش نعطيو مجموعه ديال المعطيات اللي كانت مرتبطه بمحطه 8 شوتنبير. فكانت عندنا مجموعه ديال الملاحظات خرجناها في البيان ديالنا ديال 15 شوتنبير، ولكن بغينا نزيدو نوضحوا هاد الامور واللي خلتنا يعني كي هاد النتائج تبقى غير مفهومه وغير متوقعه الى حدود الان، لاننا لم نتوصل بالمحاضر كلها. المساله الثانيه اللي كانت في هاد الندوه هي الرد على واحد المجموعه ديال المغالطات اللي جات بها السيده رئيسه المجلس الجماعي في اول خروج اعلامي ديالها. ف يعني خرجت بواحد المجموعه ديال المغالطات اللي كتهم التدبير اللي كنا في التير ديالنا، وكذلك مجموعه ديال المغالطات اللي كتستهدف الحزب ديالنا. والان كيف شفتوا جات مجموعه ديال الردود، لا سواء من السيد العمده السابق ولا من رئيس الفريق، باش فندت جميع هذوك الافتراءات. حنا الاساس ديالنا حنا على مستوى مدينه الرباط اننا نخوض يعني معارضه بناءه، وكانت يدنا ممدوده لجميع الرؤساء اللي انتخبوا باش نقدموا الخبرات ديالنا، نقدموا يعني الامور اللازمه باش تنطلق هذه المجالس بواحد الشكل جيد. ولكن للاسف من اول خروج اعلامي استهدفنا وكان القذف علينا، وكان هذا ضروري من ان نوضح للراي العام هاد المغالطات اللي لم تكن يعني موثقه، ولا للاسف الشديد ما خدتش السيده الرئيسه الوقت ديالها الكافي باش تطلع على الملفات وتعرف عليها، رغم اننا كنا يعني كان على استعداد السيد الرئيس ولا النواب ديالو انهم يقدموا لها المساعده اللازمه للتعرف على هذه الملفات. وشوف الندوة بمبادرة من الكتابة الإقليمية طبعا مع الفريق ديال المدينة ديال حزب العدل والتنمية. الهدف شناهو؟ هو نقدموا بعض التوضيحات حول ما أثير يعني حول التسيير السابق، ولكن بالأساس طبعا التداعيات ديال 8 شوتنبير على تشكيلة المجالس، ومرة أخرى نرسل رسائل حول الطرق اللي كانت تصوروا يعني في التعامل بين مختلف الفرقاء داخل المجلس. في نهاية المطاف حنا كنتكموا على مدينة الرباط هي عاصمة المملكة المغربية، وكيخصنا نكونوا كلنا حريصين على أن ننجح المهمات المجلس، حيت إلا اشتغل غيشتغل فائدة مدينتنا كاملين. طبعا تكون عندنا تكون مؤاخذات على الناس كيدبروا علينا معنا، أنت مشكل العمل ديالنا بشرية، واش غيدعي الإنسان بأنه كامل إلا الله تعالى؟ ولكن راه الخطورة هو الإنسان يبدا كيطلق الكلام على عواهنه بلا ما يكون كيعرف شنو كيقول، وداك الشيء راه طبعا التاريخ ما كينساش وما غاديش ننساوه. وحنا في موقعة المعارضة نعاود نأكدها معارضة بناءة اللي غادي ندعموا ونصوتوا من هنا، تكون نقولوا عرقنا منذ اليوم الأول الحاجة اللي في مصلحة المدينة والمواطنين ومطابقة مع القانون سنكون معها، الحاجة اللي كتختلف هذا الشيء غادي نكونوا ضدها بكل أريحية، ولكن في إطار الاحترام المتبادل لكل الفرقاء. حنا لا نعرفوا الأعمال البلطاجة، الأعمال القاصر، الأعمال العرقلة، ما كنعرفولهاش، كنعرفوا الكلمة أن نؤديها بالشكل الذي نتصوره صائبا. بديعة بناني عضو مجلس جماعة الرباط وكذلك مقاطعة أجدال الرياض. هذه الندوة الصحفية تأتي في إطار سياسة تواصلية التي ينهجها حزب العدالة والتنمية، والذي سطرها في مدينة الرباط للتواصل مع الساكنة وإحاطتهم علما بمخرجات هذا المحطة الانتخابية لـ8 شتنبر، وكذلك في القابل من الأيام سنحيطه علما بكل المستجدات في التدبير المحلي لهذه الجماعة ولمختلف المقاطعات. فنحن الآن استضفنا مجموعة من القيادات في مدينة الرباط، وكذلك أستاذ حميد الدين على صعيد الكاتب الجهوي لجهة الرباط صلاة القنيطرة، لنتحدث عن هذه الظرفية التي تلت انتخابات 8 شتنبر وتشكيل مختلف المجالس سواء جماعة الرباط وما شابها من بعض الاختلالات في تأجيل الجلسة الأولى وانتخاب رئيسة الجماعة خارج الأجال القانونية،
ونحيط علما كذلك بهذه التشكيلة التي شكلت مجالس المقاطعات ونوعية المستشارين الذين كانوا بالأمس معروفين في جماعة الرباط في أعمالهم التي كان يشوبها أمور لا تليق بمستشار بممثل الساكنة، لا تليق بكونه عضوا في المجالس المدبرة، نجدهم الآن كنواب وكرؤساء لبعض المجالس. نحن نتمنى لهذه على أي حال نتمنى لهذه التشكيلات الحالية المكاتب الحالية أن تسدي خدمات جليلة للمواطن الرباطي، ونحن من جهتنا وبموقعنا في المعارضة وضبطنا للملفات لن يجدوا منا إلا سندا إذا طلبوه، ولكن سيجدوا منا كذلك معارضة بناءة إن كان هناك بعض التجاوزات. احنا في حزب العدالة والتنمية اولا نعتز بالحصيلة اللي قدمنا، رغم انه يوم 8 شتنبر كان هناك عقاب لحزب العدالة والتنمية وكانت نتائج قاسية بالنسبة الينا، ولكن هذا ما غيزهزش الثقة ديالنا، فان المنتخبين ديالنا قاموا بالدور ديالهم، ولكن سنقوم بالتقييم الضروري والنقد الذاتي الضروري لكي نستدرك اي خطا قمنا به في المرحله السابقه. ثانيا حنا كنا كنتمنى باش البدايه ديال التسيير ديال المجالس الجماعيه بشكل عام تكون بدايه ايجابيه وتعطى فرصه للناس اللي غيسيروا الان حاليا انهم يفهموا الملفات وانهم يبنيوا على الرصيد الايجابي اللي كان في المرحله السابقه وما يخرجوش بتصريحات مستفزه للمجالس السابقه اللي كان كيسيرها حزب العدالة والتنمية مثل ما حصل في مدينة الرباط. وهذا خلانا ضروري نديروا ندوة صحفية من أجل توضيح ما ينبغي توضيحه، وإلا فإن المعارضة ديال العدالة والتنمية ما يمكن لها تكون إلا معارضة بناءة، معارضة صريحة، معارضة لخدمة المواطنين، وفي نفس الوقت معارضة لا يمكن أن تسكت لا على نهب المال العام ولا على تمرير المغالطات اللي جات على لسان الرئيسة الجديدة. شكرا.